داوني الاربعاء فعلا دوزت لي الطبيبه قلت لهم الدري راه مسوس. اخويا ما عرفاش الدري واش مسطي واش مريض. ديما كنتلاقى معاه كنهضر معاه وغتخرجوا وغتسولوا الناس كيمشي برجلي كيمشي للعود كيمشي للتغريده كيمشي لكل شيء اي حاجه كيمشي لي هذاك الولد. عمرني في حياتي 10 سنين وانا حداهم في هاد الناس هادو عمرني ما شفت داك الدري في كرسي متلقي. خويا نهار 28 في شهر 11 كنت مع واحد السيده مشات تقضي واحد الغرض عند الدرك الملكي. كنت مشيت معاها خليت ولدي عند الجاره قلت لي عافاك هانتي الدري ديما زعما تنخليهم انا في الدار قلت لها انت خلي الدري واحد شويه على ما نجي. صدقنا منين مشينا تعطلنا مشينا مع ديك الثلاثه يعني تعطلنا وصلت الخمسة ونص خرج ولدي من المدرسه عيط لي قلت ليه ولدي يعطيك الرضا جيب اختك وشوف خوك دخلو عطيهم ياكلو. ولدي كبير قال لي واخا ماما مشى يجيب قطع يجيب اختو لقى البيكاله مليوحه بدا كيعيط وزكريا زكريا الدريري مسكين شادو الدري في واحد العشه تما غير حدانا نيترا غير حدا الدار من حدا الدار شادو صافي الاخر شافوه هرب ولدي مسكين بقى كيبكي وخايف تيقول لي خوها اش داكشي اش واقع قول لي اش دار لك كيقول لي اخويا الا قلت لك راه غادي يقتلني الا قلت لك غادي يقتلني. صافي الدري دار لي هكا الحوايج ولقاهم كلهم عامرين داك الما ديالو. صافي الدري بقى كيغوت وكيعيط لي في التليفون وتيقول لي ماما جي راه غنشعل فراسي العافيه. تنقول لي علاش اش وقع جي راه غنشعل فراسي ليسانس غنزل ليسانس نشعل فراسي العافيه. قلت لي علاش اش وقع اشنو وقع تيقول لي ماما راه فلان تعدى على خويا راه يتعدى على خويا. صافي جيت اختي تنجري شدي الطاكسي كورسا جيت كنجري كنقول يا ربي ثبتني يا ربي. منين جيت شفت الدري هكاك هزيت الدري انا مشيت عند هاد الناس هادو مشيت عندهم يعني بحكم اننا حنا جيران وما بينهم حتى شي حاجه. منين مشيت المراه قالت لي ولدي ما تيديرش هكا الدري سمع داك الفوضى هز سيف وباغي يبدا يضرب حتى كيشدوه كيخرجوني من الدار. قالت لي سيري راه الجندرم قدامك. مشيت فعلا عند الجندرم تيقولوا لي اش بينك وبين هاد الناس. قلت لهم اودي راه ما بيني وبينهم حتى شي حاجه ها شنو كاين شدوا الدري وسولوه راسكم الدري راه كيهضر راه عنده 5 سنين راه كيهضر كيعاود كل شيء. فعلا دخلوا الدري عاود ليهم بقاو كيشوفوا في بعضياتهم قالوا لي يلا نمشيو داوني الاربعاء. قالوا لي حنا واخا ما تنديروش هاد الخدمه غنتعاونوا معاك داوني الاربعاء. فعلا دوزت لي الطبيبه قالت لهم الدري راه مسوس على حساب الرابور. قال لهم انا ما نكليش ندير لكم الرابور سيروا الاربعاء هذا. قالوا لي الجندرم انت غدا مع 8 الصباح تكوني عندنا هذا الثلاث 29 في الشهر باش نمشيو للطبيب الشرعي. فعلا مشيت عندهم مشينا للطبيب الشرعي كان الرابور واحد الرابور باش يعطيو ديك الورقه باش سميتو تعطلات. مشينا ما وصلتناش النوبه الطبيب الشرعي يعني 12 الوحده والناس كثار ما وصلتناش النوبه. قالوا لنا سيروا حتى لغد ليه فعلا نهار 30 مشينا عطاتهم الرابور انا باش نشوف شنو في داك الرابور ولا شنو عطاتهم راه ما شفتش. قالوا لي ممنوع عليك باش تشوفي شي حاجه ولا تصوري ولا انا عطاتني الطبيبه عطاتني ولدي عطاتني هادي عطاتني ورقه باش غنمشي ندير ليه التحاليل اللي يكون فيه شي ميكروب ولا شي حاجه وعطاتني ورقه ديال الطبيب الشرعي ديال سميتو عليه ديال طبيب نفسي. فعلا درت داكشي كامل ديك المراحل كامله بديت ولدي عطاتني الطبيبه الدواء باش يبقى ينعس وينسى. المهم فاش دازت السيمانه الاولى وصلنا في 15 يوم مشيت رجعت لعند الجندرم قلت لهم شنو كاين في الدوسي. قالوا لي راه باقي التحاليل ما خرجوش باقي التحاليل ديال الكيلوط ما خرجوش. بديت كنشوف اختي تعيط مشيت طلعت للنيابه العامه مشيت عند النائب كيما دار في ولدي هكا عيط لهم مباشره ما الشكايه في يدي انا هزه معايا الشكايه عيط لهم قال لهم الدوسي الفلاني فين وصل داك الدري جيبوه. فعلا قال لي سير رجعي عندهم رجعت عندهم فعلا عاودوا شدوا ولدي قالوا لي نعاودوا ليه تحاليل اخرين عاودوا ليه تحاليل ديال الفم ديال اللاديين عاودوهم له. صافي عيطوا لذاك السيد والله ما عيطوا ليش والله الله اعلم. انا خرجت لقيت والديه تمايا حدا الدار. صافي فاش رجعت كنقلب على واش مشى الدوسي للمحكمه الدوسي ما وصلش للمحكمه. كنمشي كيقولوا لي سيري جيبي لنا المراجع انا ما وصلش. داك النهار فاش مشيت نجيب لهم المراجع مشيت لرئيس الدائره قال لي لا راه عندكم تقديم نهار الاربعاء. منين مشينا خويا نهار الاربعاء على اساس راه حنا غنمشيو نتقدموا بجوج مشينا حتى كنتفاجئ بالسيد جايبينه في كرسي متحرك انه ما كيتحرك ما كيهضر ما كينوض بليكوش. صافي انا تصدمت كنقول عادي انا في الاول كنت كنقول راه غير جابوه حيت عيان ولا حيت الخوف ولا انا هادشي اللي جاب لي في بالي. منين دخلنا عند قضيه التحقيق كنتفاجئ بان الدري ما كيهضرش
مزيزن ما تيهضروش ما تيهدرش ما تيهدرش عباد الله. ولدي خاف، ولدي غير شافو خاف وكيترعد وكيترعد. انا ما عرفتش انا هادشي كيفاش سميتو. قد التحقيق بدا كيشوف تاعي قال لك رجعوا الملف للتحقيق. رجعت الملف للتحقيق، فعلا رجعوا الملف لهنايا لعند الجندار. دابا انا كنطالبكم وكنطالب من السي الحموشي وجلاله الملك تساعدوني وتوقفوا معايا. انا راه حق ولدي ما غنسمحش فيه، راه حق ولدي ما غنسمحش فيه، حق ولدي كنعاود نقولها وكنعاود نقولها، انا ما غنسمحش فيه. والناس اللي كتلوم ولا كتهضر راه ما يمكنليش خمسه الدراري فين ما مشيت نديهم. ولادي يجيو يجيو الناس هما الصحافه عندي هما يمشيو يسولوا ولادي ما كيخرجوش تيلعبوا. راه ولدي عنده 14 عام منعه من الكره على قبل هادشي، على قبل الخوف اللي عندي على ولادي. ما كنخليهش تيخرج، ما كيخليهش تيخرج كي جلسوا معايا في الدار، ما عدا الا سخرتهم ويجي واحد حتى لقدام الباب وتكرفس لك على ولدك وفي الاخر يجيبوه في كروسه متنقله. راه لا يعقل، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش عباد الله الظلم هذا، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. اخويا ما عرفاش الدري واش مسطي واش مريض. ديما كنتلاقى معاه كنهضر معاه وغتخرجوا وغتسولوا الناس. كيمشي برجلي، كيمشي للعود، كيمشي للتغوريده، كيمشي لكلشي، اي حاجه كيمشي ليها داك الولد. عمرني ما شفتو فشي كرسي متحرك، عمرني في حياتي 10 سنين وانا حداهم في هاد الناس هادو، عمرني ما شفت داك الدري في كرسي متنقل، عمرني ما شفتو، عمرني ما شفت داك الدري في كرسي متنقل. هذا راه ظلم عباد الله، راه ظلم. والناس ديال الضرب وعزه راه كتفرج وكتشوف فيا، راه كلشي عارفينه، راه ظلم. والله ينصر سيدنا. لا خويا راه ماشي اول مره انا كنتفاجئ عند الجندار منين بداو كيسولوا الدري، بان ماشي اول مره. ديجا داه قبل من ديك المره، ديجا داه وما حصلش الدري ما عاودش والو حيت خاف. الدري خاف ما قدر يقول حتى شي حاجه تحصل داك النهار. هددوا راه الدري هدو، قال لي راه الا قلتي شي حاجه غنضربك. وفي هاد الاخر راه سد ليه فمو الدري باش ما يغوتش، حيت ديجا شدو هو اللي كنعرف راه بغى يغوت وشدو الزير لي على فمو الدري. راه كيقولها وكيعاود يقولها، واش عباد الله الدري عنده 5 سنين غادي يكذب خو؟ راه لقاه، راه لقاه خوه، راه خوه وقف عليه. التقرير الطبي اخويا انا ما شفتوش، التقرير الطبي كاين عند الجندارم، هادي كتبقى سريه ديال الجندارم. انا ما شفتوش، ما شفت شي حاجه باش ما غاديش نكذب ولا نزيد شي حاجه من عندي. التقرير الطبي في السريه ديال سميتو، هادشي اللي كاين. على النفسيه ديال ولدي راه كتشوف فيها اخويا، ولدي راه كتشتي كي تحت عينيه مسكين زرقين وما كيمشيش للمدرسه، لدرجه البارح هز شكيرتو غيمشي. وربي شاهد عليا هز شكره غيمشي وقال لي لا ماما انا ما بقيتش غنمشي لديك المدرسه حيت غادي يقولوا ليا بحال هكا. واش هادشي ما يمرضكش؟ واش هادشي ما غاديش يألمك؟ واحد جايبينو في كروسه متنقله هو ما مريضش عباد الله، راه ما مريضش، راه ما مريضش. وكاع حتى ولو كنشت معاه ولدي راه ما عمرني غنشك في داك الدري غيقاس ولدي ولا غيمس ولدي، حيت راه ولد جيراني، راه ماشي ولد بعيد عليا ولا شي بلاصه بعيده ولا راه حدايا. العائله ديالو خويا النهار الاول كانوا تيطلبوه على حساب باش نتنازل ليهم، قلت لهم لا يا خويا. جاو عندي ماشي مره ماشي جوج، قلت لهم لا، قلت لهم ماشي دابا ما نقدرش انا ندير حتى حاجه دابا، كلشي في يد المخزن وكلشي عند الجمعيات، ما نقدر ندير حتى حاجه انايا. لا كيقولوا لي داكشي اللي خسرتي نعطيوه لك، داكشي اللي خسرتي نعطيوه لك. انا قلت لهم انا مادام انني المره الاولى جبت لكم ولدي غير باش ديروا معايا شي حل، انا ما بغيت من هاد الناس حتى شي حاجه. وكنعاود نقول انا ما باغا حتى شي حاجه، شتي نمشي نطلب ونمشي كنخدم انا على ولادي باهم، حيت كان ما خدامش كنخدم على ولادي باش ما نحتاج حتى شي واحد. عندي دراعي الحمد لله وخدامه على وليداتي. حقره خويا، واش الحقره؟ واش محيت تمشي للمحكمه ويجي واحد عندك معوق ماشي حقره؟ واش ماشي حقره خويا؟ واش ماشي حقره؟ حقره عباد الله، راه حقره، فايته الحقره ليه؟ راه فايته الحقره ليه؟ يعني كيقول الناس وسيروا ديروا وجيو جيو جيو في كرسي متنقل، راه ما كاين والو. كنطالب بحق ولدي، كنطالب من الحموشي وجلاله الملك بحق ولدي. انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير حق ولدي يبان صافي، ومن الجمعيات يتعاونوا معايا، انا ما باغا حتى شي حاجه. وراني ما غاديش نتنازل على حق ولدي ابدا ابدا، ما عمرني غنبيع وجه دم ولدي، ما عمرني غنبيعو. انا شريفه وما تربيتش على هادشي وما مربينش على هادشي، وعمرني ما غنفرط في الاخلاق ديالي.